السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كنت جالس قلت راه ندير شي فيديو يوم الجمعه ان شاء الله، استغل هاد الوقت اللي بالقداس. فكيجيوني بزاف ديال الاسئله على الاجهزه المنزليه ولا الثلاجات، ماكينات الصابون، لي مونيليكس، لي فور، لي كونجيلاتور، بزاف ديال الحوايج. ف كنبغي ندير لايف ولكن القناه ديالي مازال ما وصلش داك العدد ديال المشاركين باش نديرو اللايف ويكون واحد اسئله واجوبه. غادي شويه بشويه، حتى حنا ما مزروبينش، الحمد لله خدامين فوق ما جا الخير كينفع. ايه هو كنبغيو الافاده والاستفاده. المشكل اللي كنلقى واخا ما بغيت نهضر عليه هو ديال الدراري اللي ستاجير ولا الدراري اللي باغيين يتعلموا وكيكونوا دايخين شويه، حيت كيجيو ان الدراري المحال كاين اللي كيبغي ستاجير وكيسولوني مثلا واش الشركه افضل ولا تخدم هكا ليبر. فانا مثلا كنفضل ليبر، احسن حر كما كنقولوا، احسن من الشركه. الشركه كتبقى مقيد بواحد الوقت وبواحد البوست وزيد ستريس ديال الخدمه، ستريس ديال الهضره، كما درتي لها ما كان شي روتور كيكون الهضره عليك، لكن شي حاجه كتكون ديما مضغوطه، كتمشي للخدمه وانت كارهها. ليبر فهمتيني، تقدر واحد الصباح كاع ما باغي تخدم، ما باغيش تخدم. بالنسبه للستاجير، الستاجير مزيان في الشركات، كتعرف الاقوال ديال الشركات، كتعرف بزاف ديال الحوايج في الشركات. تعرف تاني فيهم شي حوايج. هما الشركات، اغلبيه ديال الشركات في المغرب كيخدموا بواحد الطريقه. مثلا عندك ثلاجه ضايع لها موطور، كيجي كيشونجي موطور، لا كارت كيجي كيشونجي لا كارت. ماشي بحال حنايا مثلا في المحلات كنخدموا وكنتقاتلوا مع البياسه منين ضايعه وكنبغيو ريباريولها، خاصنا نصلحوها ماشي نبدلوها. هذا هو اللي زوين في الصناعه، هو خاصك تصلح ماشي تبدل. حتى كاين الكليان اللي كيقولك بدل ليه، ولكن كتقاتل مع الديفو وكتعرفو عاد كتبدل. هنا كتكتسب واحد الخبره احسن من اللي غادي تكتسبها في الشركه، وكتولي عندك واحد كنقولو كونتاكت مع الناس، وكتولي تعرف تهضر مع الناس، تتناقش، تتلاقى مع ناس، تتلاقى مع دراري. كيكبر كي تنقولوا كتكبر الدائره ديال التعارف ديالك وكتزيد قدام. لذلك انا ممكن كل واحد كيدير الراي ديالو، انا كنصح الدراري بالستاج في الشركات في الاول مثلا، يصليو الستاج ديالهم ويوليو يخدموا في لي زاتولي حرين، يخدموا ويهزوا الصنعه في يديهم، ومن بعد الله يسهل على اي واحد انسان اذا داك ساعه البروجي ديالو ولا شركه دبرت ولا كلشي موفر، اللي عندو شويه راس المال علاش ما يديرش شركه ويدير مع الدراري يخدمو، خصوصا في مدينه كبار. دير مثلا الدراري اللي يخدمو، راه كاين الخدمه تبارك الله موجوده، ليس على الجميع. هو النصيحه ديالي تعلم لقيتي ما تعلم اي حاجه، تعلم منها المونتاج، ريباراسيون، الصباغه اللي كاين، يعني لقيتي قدام الصباغه ديال مثلا ديال الدومين ديالك، مثلا الحاجه اللي في الدومين ديالك تعلمها، حاجه اللي بعيده عليك ما تقيسهاش، ماشي داكشي اللي تخدمو. باش انت تكون سباغ مثلا ديال الديور وتقول له انا كنصاوب الثلاجات، راه بزاف كنطيحو في هاد المشاكل. تريسيان كنقولو كنصاوب الثلاجات، ولا مو الثلاجات كيقولو كنصاوب الضو كيصدق مرونها. لا خو، كنفهم في الثلاجات، عطاني الضو لا سمح لي، هاديك ماشي خدمتي، هاديك جيب تريسيان يخدم عليك ولا جيب بلومبي يخدم لك. وهذا الشيء اللي كانت واحد الدردشه بسيطه، الله يسهل علينا ويسهل على الجميع. ونتمنى مازال نكمل الدرس ديالنا ان شاء الله، الدرس ديالي يكون ان شاء الله ديال الترموستات وعما قريب ان شاء الله. شكرا.